الحمد لله الذي جعل رحمته سبقت غضبه، الحمد لله الذي أمهلنا ولم يعجل بالعقوبة. إلهنا جعلت لنا أعمار محدودة، فرزقتنا برمضان وبليلة القدر لنعوض فيه ما خسرناه، ونجبر فيه تقصيرنا، ونتوب فيه من ذنوبنا. وجعلته بركة في أعمالنا، وجعلته تعويض عما فاتنا، وجعلته فرصة للمقصرين، وجعلته نعمة للطائعين. أعتقت فيه من النيران ورفعت فيه الدرجات. اللهم صل على من علمنا عنك وأخبرنا ودلنا عليك، سيد المرسلين وإمام المتقين وناصر الحق والدين محمد ابن عبد الله. اللهم اجعلنا له من التابعين وعلى خطاه سائرين وفي الجنة له مجاورين. اللهم إن هذا شهرك وهذا فضلك، اللهم اجعلنا فيه من المعتقين، فأنت تحب أن تعفو وتحب أن تغفر، وإرادتك فينا الخير، فاجعلنا كما تحب وترضى. اللهم إنا منا من عتقتهم وعفوت عنهم، اللهم اجعلنا منهم بحولك وقوتك. يا رب أنزلت فيه القرآن وجعلت فيه البركات واستجبت فيه الدعوات وفرجت فيه الكربات، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واستجب يا رب صالح دعاءنا، وفرج اللهم فيه همنا وغمنا. اللهم كما مددت في أعمارنا فتقبل فيه عبادتنا، تقبل الصيام واجعله لنا سببا في تقاق، وتقبل الصلاة واجعلها سبب لنا في تهذيب النفوس، وتقبل الصدقات واجعلها سبب لتطهير الذنوب. اللهم أنك تعلم ونحن لا نعلم، فأنت الخالق الواجد، وأنت الرازق الواهب، وأنت من تخضع له الرقاب، لا يحدث في ملكك إلا ما شئت. اللهم نسألك أن تأخذ بأيدينا إليك، فقد ضعف السير إليك وقلت الهمم وصارت الدنيا همنا وأملنا وحلمنا، ونسينا جنتك. اللهم نعوذ بك من عيون لا تدمع وقلوب لا تخشع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك قبل انتهاء شهرنا هذا ألا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا تائب إلا تقبلته، ولا عاصي إلا هديته، ولا طالب حاجة لك فيها رضا إلا حققتها. يا رب انتظرناه وكلنا رجاء في عطاياك، ونعلم أنك فيه تقبل العباد وتعتق الرقاب. اللهم إن كنت لم تكتبنا بذنوب اقترفناها وأعمال لم نعملها وكنا قادرين عليها، أو أمراض قلوب لم نعالجها، أو شر في النفوس لم نزكي ولم نطهره، اللهم اصرف قلوبنا عن كل ما كان سبب في عدم تقبلنا وسبب في حرماننا من العتق والعفو. يا رب ليس لنا رجاء غيرك، نحن عبادك الظالمين لأنفسهم، المفتونين بالدنيا والغارقين في همومها وشهواتها. يا رب بحولك وقوتك فقط فك أسرنا واعتق رقابنا، نخاف عقابك ونرجو لقاءك. اللهم اصرف عنا كل ما يبعدنا عنك، وارزقنا بالصبر وهدوء النفس، واجعل قلوبنا تتعلق بك ولا تتعلق بغيرك. وصلي على محمد صلاة تنزل علينا بها الرحمة، وتكون لنا عيدا، وتكون لنا نجاة، وبلغه منا السلام.